أهلاً وسهلاً بحضراتكم. إحنا في الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر. من الأمراض المستعصية جداً جداً، مش في مصر بس، ده في العالم كله، وللأسف يعني بتخلي ناس كتيرة تفقد فلذات أكبادها. الأسم إيه أو السباينال ماسكولر أتروفي أو ضعف العضلات أو ضمور العضلات الشوكي، ودي من الحاجات الجميلة المهمة اللي حصلت في مصر مؤخرا، من المبادره اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج الاطفال من مرضى ضمور العضلات. المبادره دي هتخلص اطفال كتير من معاناه، وهتريح الاسر، وتكاليف كتيره جدا في علاج هذا المرض. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المبادره وعن هذا المرض وازاي بيكون موجود مع ضيفتنا الكريمه الدكتور ايمان المراكبي، استاذ طب المخ والاعصاب بكليه الطب جامعه عين شمس. صباح الخير يا دكتور ومنورانا. صباح الفل، اهلا وسهلا بيكم، شرف كبير ليا ان انا ابقى معاكم النهارده. ده شرف لينا يا فندم. الله يخليك. هستاذن حضرتك نشوف تقرير سريع عن المرض وهذه المبادره اللي اطلقها السيد الرئيس، ونبتدي مع حضرتك الحوار. اوكي تمام. علا محمود مامة أسيل هيمن، هي عندها 10 سنوات، بتعاني من ضمور في العضلات تايب 2. كانت طبيعية جدا، يعني كانت بتحبي وبتقف وبتقعد، وكان جسمها طبيعي جدا لحد سن سنة وشهرين بالظبط. لقيت في ارتخاء في عضلات رجليها جدا، ما بتقفش، ما بتعرفش تقعد. لفيت بيها على دكاترة المخ والأعصاب أو الأطفال، ورحت بيها مستشفى تشال الأطفال، كله قال لي ما عندهاش أي شيء خالص، لحد ما قالوا لي هي عندها المخيخ سائط جوه العمود الفقري. قلنا ده ضغط على الأعصاب، عملنا العملية دي فعلا ورفعنا المخيخ وعملنا شبكة علشان نرفع الضغط من العمود الفقري. وبعد كده نزلنا علاج طبيعي فترة كبيرة جدا وما فيش أي تحسن، لحد 2017 رحنا عند الدكتورة مها العيسوي. أول ما شافتها قالت عندها الـ SMA، مرض جيني وراثي. المرض دوت بيضعف أو بيخلي العضلات تضمر، وبيضعف عضلات الرجل ما بيخليهاش تمشي. مع الوقت بيعملها مثلا مشاكل في التنفس، مع الوقت بيعملها مشاكل في البلع في الأكل. هي ما بتمشيش، وجالها تقوس شديد جدا في الظهر، المفروض كانت هي تعمل عمليه فيه، بس الدكتوره قالت لها مش هينفع، ان هي عندها ضمور في العضلات مش هتستحمل الوقت بتاع العمليه ولا البنج. انا مش بعرف ارسم ولا أعرف أدي ولا أصحابي ولا ألعب معاهم، ببقى قاعدة وببص عليهم وهم بيجروا، عشان كده ببقى زعلانة، والأخواتي بيلعبوا وأنا لأ. أختي الصغيرة اللي عندها 6 سنين هي اللي بتسني وتنزلني وتطلعني هنا في الزهراء، وأختي بقى اللي أكبر منها هي بقى اللي بتبقى شايلة عني كل حاجة، أريج ولامور، الاثنين دول هم اللي بيبقوا شايلين عني. قرار رئيس الجمهورية كان قرار ممتاز، إنه حس بالأطفال دول، وكان بالنسبة لنا فرح كبير جدا 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 إنه هو وجه الناس أو عرفهم إن هم يهتموا بمرض ضمور العضلات دوت، ويهتموا به اهتمام مباشر ويفعلوه. بالنسبة للأمهات اللي استقبلت القرار بتاع رئيس الجمهورية بفرح شديد جدا وسعادة، لده اداهم أمل إن ولادهم هيكونوا معاهم،
كل ام حاطه ايدها على قلبها ان ابنها او بنتها هيموتوا منها ان هيروحوا منها. طبعا ده كان بالنسبه لهم قرار ممتاز، سعاده فرحه. حتى الاطفال لما سمعوا بيان رئيس الجمهوريه، مش هقول لحضرتك قد ايه السعاده ومنتظرين العلاج. يعني يوميا الولاد بيسالوا امتى اللي هناخد العلاج، امتى هناخد العلاج، عشان هم عارفين ان شاء الله العلاج دوت فعال جدا بالنسبه لهم، هيرجعوا يمشوا ويبقوا زي اطفال التانيين طبيعيين، هيقدروا يتحركوا ويمشوا ويلعبوا. نفسي ان انا اول ما اتدوين دلوقتي ابقى اعرف امشي واجري ورا اخواتي. شكرا عشان انت نزلت لنا العلاج لكلنا ولكل التعبانين زينا. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية، ولسه منورانا في الاستوديو دكتورة إيمان المراكبي، برحب بحضرتك مرة تانية دكتورة. أهلا وسهلا بك يا حبيبتي. دكتور يعني شفنا التقرير، هو في الحقيقة مؤلم جدا، يعني لما بيكون المعاناة أو المرض لطفل صغير الموضوع بيبقى مؤلم مش بس للأسرة في الحقيقة، لكن دلوقتي على المجتمع كله. المجتمع المصري كله دلوقتي مهتم جدا بضمور العضلات، بالذات أنه طبعا مرض بيمس الأطفال. حضرتك شفتي إزاي يعني التقرير اللي احنا شفناه؟ كمان في المبادرة طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صارع ويعني اهتم جدا بالمبادرة دي وأنشأ مبادرة لعلاج مرضى الضمور العضلي. حضرتك شفتي إزاي المبادرة دي؟ طبعا المبادرة دي بجد أنا بشكر فخامة الرئيس، لأن دي مبادرة هائلة جدا ونقطة وخطوة استباقية بالنسبة لظروفنا كبلد، يعني لان احنا ما احناش مثلا امريكا او كده، فكون ان احنا بنلحق بامريكا وباليابان وبالدول دي، فاحنا فعلا يعني بننقذ ارواح اطفال. لان المرض ده مش مشكله اعاقه بس، ده مشكله وفاه. وبعدين احنا دايما يقولك الاعداد قليله وكده، طب ما حضرتك حطي نفسك مكان الام والاب طبعا اللي عندهم طفل واحد بس، وخاصة إن هم معرضين إن يخلفوا أطفال تانية بنفس الموضوع. فإذا يعني أنا أحرم أسرة من الطفل الوحيد، يعني حضرتك عارفة مثلا اللي ما بيقدروش يخلفوا بيقعدوا يعملوا أطفال أنابيب كتير جدا، ممكن 18 و35 مرة. أنا أعرف ناس عملت 35 مرة عشان يخلفوا وما بيخلفوش. فهي يعني هي عاوزة ابنها بأي شكل هي عاوزاه، ده الحاجة الوحيدة اللي موجودة ليها وما عندهاش فرصة تانية. فبالنسبة لها ده حاجة غالية، يعني الطفل ده بريشيس بيبي، فإحنا ما ينفعش نستخسر فيه ونقول أصل تكلفة العلاج غالية. بالعكس، هو السيد الرئيس حس بالناس دي وحس بالأمهات وبالاستغاثات بتاعتهم واستغاثاتهم واستغاثات الأطباء، لأن إحنا طبعا برضو من زمان نفسنا يعني ينزل علاج، وخصوصا إن في نسبة شفاء عالية، يعني ما هواش من الأمراض اللي ملهاش علاج. لا، من ساعة ما نزلت علاجات من أول 2016 وبعد كده نزل 2019 وبعدين 2020 بالتتابع، العلاجات دي نسبة النجاح بتاعتها ممكن تصل ل 90% لو اتعالج المريض بدري. طيب قبل ما نخش في العلاج استأذن حضرتك ان احنا نعرف السادة المشاهدين على المرض. هو مرض جيني. تمام. وكل شخص من ضمن 54 شخص حامل للجين ده، اذا كان ذكر او انثى، واذا حصل تزاوج راجل وست عن حاملين للجين بس مش باين عليهم وخلفوا، أيوة، بتكون في نسبة 25% ان الطفل يصاب بمرض ضمور العضلات في كل انجاب. في كل انجاب. تمام. فانطلاقا بقى من ان هو مرض جيني وان هو ممكن يكون موجود في اي حد مننا كلنا بعد ناس الشر، ناس طبيعيه خالص، لان ممكن حد يكون حامل الجين وشريك حياته يكون حامل للجين برضه، فتبقى دي مشكله تيجي الصدفه كده فعلا. حضرتك اشرح لنا بشكل مبسط بعد اذنك لينا وللساده المشاهدين، ايه هو المرض؟ ايه تمام. انواعه؟ في انواع كتير منه. طبعا. امتى بنكتشفه؟ بعد 6 شهور، قبل 6 شهور، بعد السنة، كل التفاصيل تمام. دي لازم نعرف السادة المشاهدين عشان
يبقوا على وعي بالمرض نفسه. تمام، حلو. حضرتك دلوقتي فعلا سالتني اللي هو التشابتر كله بتاع المرض، فانا هجاوب برضو سنه سنه عشان الساده المشاهدين ما يتلخبطوش. اول حاجه، هو مرض وراثي جيني. يعني ايه؟ يعني بينتج طبعا اكتر في حالات زواج الاقارب، دول بالاساس. طب هل بس في زواج الاقارب؟ لا، ممكن ناس زي ما حضرتك قلت، واحد من كل 50 او 54 انسان طبيعي خالص بيكون حامل للطفرة اللي هي اللي هنقول عليها الطفرة الجينية المسؤولة عن مرض الضمور العضلي الشوكي. فيبقى الزوجة عندها والزوج عنده، لازم نسختين عشان يطلع، يعني نسخة عنده نسخة عندها، فيطلع البيبي عنده نسختين. لازم يطلع نسختين علشان يظهر عليه المرض. لما يبقى البيبي دوت عنده النسختين خلاص، يبقى كده ده مريض. ففي البداية الطفل بيبقى طبيعي خالص. ممكن يعني طبعا عشان نوضح أكتر بالتفاصيل، احنا بنقول ان هما 5 أنواع عشان الناس تبقى فاهمة. اللي احنا مهتمين بيهم وليهم علاج هما 3 من 5. طيب يبقى نشرح الأول الاتنين اللي مالهمش يعني علاج وملهمش لازم نتكلم عنهم قوي. النوع الزيرو، يعني احنا عندنا الزيرو 1 2 3 4، خلاص يبقى إذن هو 5 أنواع بس بنبدأ بزيرو، فبقوا ايه؟ from 0 to 4. زيرو ده الطفل بيتولد بإصابة شديدة جدا، العضلات كلها ضعيفة ومرتخية والكلام ده كله، عضلة القلب بتبقى مصابة، فالمريض بيموت من عند الولادة، يعني ده بيموت. فطبعا ده مش هنلحقه لأنه بيبقى سيفير كيس يعني، فده بيسموه زيرو. ودي رحمة من عند ربنا. ودي رحمة من عند ربنا لأنه هو فعلا مش هيستحمل إن هو يعيش. طيب اللي بعد كده 4، تايب 4. تايب 4 ده اللي بيجي للبالغين اللي هم فوق ال 30 سنة. فده بيبقى بسيط من رحمة ربنا، عشان هو بيجي في واحد خلاص 30 سنة ممكن يكون تزوج وعنده أولاد وكده، فمن رحمة ربنا إن هو بيكون بسيط جدا وبتكون الإصابة بسيطة ومجرد اضطراب بسيط في الحركة. فده برضو مش محتاج العلاجات الغالية لأن هو أوريدي بيتحرك وكل حاجة، بس في إصابة بسيطة قوي. ممكن بالعلاج الطبيعي وعلاجات بسيطة الأمور تتحسن، أو على الأقل يفضل زي ما هو بدون تدهور. لكن النوع اللي هو 1 و 2 و 3 دول بقى اللي عاوزين نشرحهم. امتى بنعرف المريض 1 ولا 2 ولا 3 ازاي؟ 1 بنقول منذ الولاده لحد 6 شهور، يعني الاصابه بتظهر او الاعراض بتظهر على الطفل منذ الولاده لغايه 6 شهور. ايه اللي بيظهر على الطفل؟ اول حاجه بتلاقي الام ان هو رخو قوي او في ارتخاء جامد في العضلات، بتلاقي ان هو مش عارف يرضع، مش عارف يبلع، بيبقى النفس ممكن يصاب بعد شويه اللي هي العضلات التنفسيه. يبتدي تلاحظ الام التهابات مستمره في الرئه، على طول بيكح، على طول عنده التهاب وكل شويه تجري بيه على الطوارئ، والدكاتره يقولوا لها لا ده في حاجه. بتلاقي طبعا هو بيخس لان نتيجه ان العضلات بتضمر فبتخس. بتبص تلاقي الطفل قاعد يخس، بعد شويه يبتدي يحصل تشوهات في العظم نتيجة الضمور بتاع العضلات. طيب يحصل ايه كمان؟ يحصل انحناء في العمود الفقري. الكلام ده كله يعني دي كلها لو الطفل عدى، يعني لو الطفل كمل بيحصل اللي هي التشوهات الجامدة. وطبعا البلع والحاجات دي كلها بتخلي الطفل ما بيقدرش ينمو زي الأطفال العادية، وما بيقدرش يستمتع بحياته كطفل طبيعي، لا يلعب ولا يعمل ولا أي حاجة. في النهاية إلى الوفاة. بالضبط. هو الطفل ده كمان اللي هو من منذ الولادة لحد 6 شهور، الطفل ده أصلا ما بيقعدش، يعني بنلاقي ان هو لا بيصلب رقبته، يعني الطفل عارف حضرتك الاول نمسكه نشوفه بيصلب رقبته ولا لا، لو صلب رقبته يبقى خلاص ده كويس، لكن الطفل ده بقى ما بيصلبش رقبته اساسا، لان ده احنا قلنا من اول الولاده لحد 6 شهور. ففي مشكله في انه يصلب رقبته او يرفع رقبته، وفي مشكله في انه يقعد، فالطفل ده اساسا ما بيقعدش. فتخيل حضرتك الطفل يعني طريح الفراش بيبقى ما بيقعدش خالص. الطفل دوت اللي هو تايب 1. طبعا مشكلتهم ان هو في النهايه بيحتاج لتنفس صناعي والوفاه لو ما تعالجش. طيب الجزء الثاني اللي هو تايب 2 ده بيبقى احنا من بس عايزين نخلص الانواع في عجاله عشان نقدر نوصل طبعًا. في أوكي. الوقت المناسب. النوع الثاني اللي هو تايب 2 من 6 شهور لسنه ونص اللي هو 18 شهر دوت بيبقى ما بيقفش، يعني زي الثاني بالظبط، بس بدل يعني ده بيكون قعد لكن ما بيقفش، فاذا لا بيقف ولا بيمشي. تمام. ده برضو نفس القصه، وبرضو التهابات الرئويه و لحد الوفاه. يبقى النوع الاول والثاني خطورتهم ان هم بيؤدوا للوفاه بعد سنوات قليله او يمكن شهور. النوع الثالث اللي هو بعد ال 18 شهر
وده اللي هو بقى ايه يعني يعتبر في الاطفال بقى الاكبر شوي. دول بيبقوا مشيوا وممكن وقفوا يعني وقفوا وبداوا يمشوا وكل حاجه، وبعد كده تلاحظ الام ان هو يحصل ارتجاع وترتد الحاله شبه ويبتدي حاله اسيل يرجع تاني الطفل او الطفله يقعد يعني بعد ما كان وقف ومشي لا ده قعد ويبتدي يتراجع، ونوصل برضو الكرسي بعجل ونفس الموال التنفس الصناعي والى اخره. فطبعا دي الانواع ازاي نشخصهم وازاي الام تحس وازاي الدكاتره يشخصوا. وبرضو مهم قوي عايزه انبه على حته الدكاتره، احنا لازم نزود زي ما بنزود وعي الناس والمجتمع لازم نزود وعي الدكاتره نفسهم الغير متخصصين في الاعصاب والعضلات. يعني متخصص اعصاب لو شاف الحاله هيعرفها، لكن متخصص لكن واحد مثلا عظام، وزي ما حضرتك شفت في معظم التقارير هتقول لك لفينا رحنا عملنا عمليه غلط في جراحه مخ اعصاب، زي ما حضرتك سمعت عملوا لها عمليه وشخصوا غلط والكلام ده كله. فاذا لازم دكتور اعصاب بطنه مش جراحه مخ واعصاب. الغلط ان هم الناس بتلتبس عليها الامور يقول لك جراحه مخ واعصاب زي اعصاب، لا احنا اعصاب بطنه احنا امراض المخ والاعصاب. دكتور احنا اتكلمنا عن الاعراض، عايزه اتكلم مع حضرتك عن العلاج. يعني الحقنه زي ما احنا عارفين تكلفتها عاليه جدا، 3 جداً. مليون دولار تقريبا، فمش اي حد هيقدر ان هو يتحمل التكلفه دي. فالدوله طبعا يعني هتتحمل علاج الاطفال، لكن انا عايزه اعرف بقى اولا ليه الحقنه غاليه قوي كده، تاني حاجه هل الحقنه فعلا فعاله يعني للعلاج؟ اوكي، هي طبعا الغلو بتاعها فعلا بتوصل ل 2 مليون و100 الف تقريبا دولار، فطبعا ده رقم باهظ جدا، واي اسره او اي حد ما يقدرش يتحمله. دي عاوزه دول يعني، ده عاوزه بلد هي اللي ايه، وعشان كده في امريكا هو كان ابروفد من الاف دي اي، ويعني في 35 ولايه تقريبا امريكيه دخلت العلاج، وخلاص اوريدي بدا حوالي 1000 مريض على مستوى العالم اخذوا الدواء. غلاء سعرها بسبب الابحاث الدقيقه والغاليه جدا اللي تمت علشان نوصل للعلاج ده، لان ده علاج جيني، احنا ده مش دواء هناخده مثلا مركب معين بياخده المريض ياخده بالفم واخد بال حضرتك وينتشر في الدم والكلام دوت، لا ده علاج جيني. فطبعا بيتاخد عن طريق الوريد، وطريقه معقده جدا لانه بيصنع الجين اللي فيه الطفره ويحصل له يستبدل بيه الجين البايظ. فبيعمل ايه؟ بيركبه على فيروس، يعني بيركب الجين المصنع على فيروس، بيتشال من الفيروس الماده الجينيه بتاعته ويتحط فيه الماده الجينيه ديت اللي هي الجين المصنع، تمام؟ السليم. ويدخل الفيروس دوت بيروح منتشر في كل الخلايا العصبية الحركية، هي حقنة واحدة عشان تشتغل، وحقنة واحدة فقط، ودي الميزة بتاعتها. نسبة نجاحها كام في المية؟ زي ما قلت لحضرتك لو مثلا النوع الأول لو في بداية أول 3 شهور أو ما قبل ظهور الأعراض، وده سؤال ذكي جدا من حضرتك، قبل ظهور الأعرااد ممكن تصل نسبة النجاح ل 90%. هتقولي طب إزاي قبل ظهور الأعراض؟ هقول لحضرتك في حاجه اسمها الكشف المبكر للمرض. طيب هل ده عندنا؟ لا للاسف لسه مش عندنا، لكن الدوله نصحت بيه دلوقتي بالعكس، يعني بالزبط. هنلزم بيه ان يقوم عمل بالزبط. مسح لكل الاطفال عند الولاده عشان نعرف لو بالظبط. معالي الوزيره طبعا تبع معالي الوزيره دكتوره هاله تبع توجيهات فخامه الرئيس، اعلنت ان هي في دلوقتي الكواشف بتاعه التحاليل الجينيه دي بقت موجودة مش بس للمرض ده لـ 19 نوع أمراض وراثية في الأطفال، وإن ده قريبا هيكون فعلا إن شاء الله معمم، وإحنا بنشكرها على الخطوة دي طبعا. لأن دي فعلا هنقدر نشخص الولاد دول ده بعد الولادة. هل في طرق كمان من للكشف؟ أول ما الطفل يتولد في طرق كمان للكشف أثناء الحمل؟ بص حضرتك، واحنا لحد دلوقتي هو طبعا ممكن بس هي الفكره في ايه، ممكن نعمل بتاعه اثناء الحمل دي لو مثلا العيله فيها او الاطفال مثلا ام عندها ولد وحملت في الثاني من غير ما كانت لسه تشخصه، بس حاسه ان الولد فيه حاجه غريبه، فممكن في الوقت ده انا بس بحاول اطمن من خلال حضرتك الساده المشاهدين ان احنا ممكن نعرف في الحمل وقبل الحمل من تاريخ العيله وكمان حتى بعد الولاده التحليل مباشره. التحليل الجيني على فكره موجود في يعني موجود حاليا، يعني التحليل الجيني موجود، بس هي الفكره الغلو بتاعه هو بيصل من 5000 ل 6000 جنيه، فعشان كده الارقام المرصوده اللي هو ال 204 حاله قد تكون ليست الارقام الحقيقيه، لان مين الناس بتشتكي ان ما معهاش اصلا ال 5000 او ال 6000 عشان يعملوا تحليل جيني للتشخيص. طب ايه ادراك
ان وهنا... ناس كتير عندها الحاله ويمكن لما يسمعونا دلوقتي يبتدوا يتصلوا ونوجههم. وطبعا وده دورنا وده اللي احنا بننتظره من المبادره. معالي الوزيره برضو اعلنت ان في 3 اماكن اتاهلوا دلوقتي لاستقبال المرضى دول ولعلاجهم. وطبعا اولهم ايه الاماكن سريعا وافتخر ان انا وافتخر جامعه عين شمس طبعا اللي انا انتمي ليها وكل فخر طبعا. اول حاجه المركز اللي موجود عندنا في جامعه عين شمس. تاني حاجة معهد ناصر. وتالت حاجة مستشفى الجلاء العسكري. نعم دكتورة إيمان المراكبي أستاذ طب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة. وعلى طبعا إن احنا طمنا المشاهدين وكلمنا أكتر عن ضمور العضلات.